الرحيم. شكرا لزميلي عبد الله حسين للسيد التحليلي. شكرا لزميلي عبد الله حسين للسيد التحليلي. والشكر موصول لضيوفه الكرام الكابتن عباس طه والكابتن اسماعيل عبد القدوس. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم بكل خير من صالة الشيخ سعد عبد الله الصباح طيب الله ثراه. محمد يوسف مدوب يحييكم عبر تلفزيون دولة الكويت القناة الرياضية، والتي تغلق مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد. ولقاء اليوم الذي يجمع ناديين الكويت والسالمية في لقاء من لقاءات وقمم كرة اليد الكويتية في السنين اللي الفايتة والحالية لما يقدمها الفريقين من مستويات، ويملك نجوم سواء محترفين أو نجوم محليين في منتخباتنا الوطنية. لقاء راح يكون ناري، لقاء من طراز عالي. اليوم راح نشوف السرعة بالمباراة، راح نشوف بعض الفنيات من نجومنا المحليين وأيضا من النجوم المحترفين سواء من نادي الكويت تبي القطري فرانكيز هداف كأس العالم 2011، ولا تبي هرنانديز البرتغالي. من جهة أخرى يحيى زموشي الحارس المغربي، وأيضا نور الدين ماوى التونسي، وهذا أمامك طبعا البرازيلي ضد الجزائري المنجي البناني وماركوس أوليفيرا البرازيلي. من سيفوز اليوم؟ من سيفوز؟ من سيصل؟ طبعا سبق هذا اللقاء لقاء القمة ولقاء الجماهيري بين الزعيم العرباوي والقدساوي الملكي، واللي انتهى بفوز المتصدر ويقبع ولن يتنحى عن صدارته القادسية بلا خسارة في الدوري العام لهذا الموسم. والآن الكويت عين على الفوز، لأن القادسية ماشي غطارة ما شاء الله. عشان القدساوي لا يقولون أعطيتكم عين، لا ما شاء الله، لا إله الله تبارك الرحمن، ماشي غطارة. والآن الكويت يريد الفوز لكي يلاحق القادسية اللي الآن يتصدر بفارق 4 نقاط، والكويت ناقص لقاء اللي هو الآن راح يلعبه مع السالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الشوط الأول من لقاء السالمية والكويت، والإرسال مع السالمية الآن. ويقيم اللقاء اليوم الحارس علي صفر من نادي الكويت، وأهم غيابات ماوى بندر الشمري حيدر، وهذا البلوشي محمد تمرير يا حيدر، حيدر هذا حيدر دشتي، والتصويب والتستطم بحائط الصد البلوك الكويتاوي، وتذهب الى رميه زاويه. هذا حيدر من لاعبين منتخبنا المميزين، حيدر دشتي بندر الشمري حيدر، هو ضاربه بالسالميه وماوى وبلوك من مشاري سيوان، اشاره اللعب السلبي واضحه، والسالميه وحيدر وصل للدائره، لكن هناك خطا طبعا طاقم اليوم التحكيمي من الاوزبكستان الدوليين حسن وحسين اسماعيلوف، اشاره اللعب السلبي وبندر تصويب وعباس حسن ابو عباس ترد للكويت، فرانكيز الى سيف العدواني، لكن زموشي يحيى زموشي بالتصدي، يحيى زموشي بالتصدي، وتعود للسالمية، والنتيجة أصفار لحد الآن. المباراة راح تكون صعبة على الفريقين، مثل ما قلت لك عزيز المشاهد، خليك قريب وسهرة كروية لكرة اليد، مثل ما تابعنا القادسية والعربي فيها إثارة حتى النهاية، أيضا هذا اللقاء راح نشوف فيه الإثارة. خليك قريب، اليوم يوم كروي طبعا، تابعت مباريات كرة اليد دورينا، مباريات ممتعة، استمتع يا محب كرة اليد بالدوري الكويتي. تعود للسالمية الآن، بندر الشمري حيدر والتصويب بالبلوك بالبلوك، وتعود لنادي الكويت سريعة، فرانكيز لمشاري صيوان، وأول أهداف اللقاء من مشاري، مشاري صيوان يسجل اول هدف اللقاء، السنتر السريع ماوى، واو عباس
عباس حسن بالموعد بالموعد لا وتعود مرة أخرى وهدف مشاري صيوان. مشاري صيوان يسجل ثاني أهدافه الشخصية وثاني أهداف نادي الكويت في هذا اللقاء. مشاري صيوان بعد تمريرة من فرانكيز، شوف العودة السريعة والتحول السريع في الهجوم لنادي الكويت. اثنين الكويت لا شيء السالمية لحد الآن. دفاع الكويت 6-0، بلوكات عاملة وشقالة قايمة بعملها. لا لم يستطع السالمية تجاوز بلوكات نادي الكويت. شنو عندك يا بندر؟ يلا يا ماوة وحيدر دشتي حاول الدخول وبندر للجناح محمود هو يا محمود خارج المرمى. كان الحد من الجناح جملة جميلة من نادي السالمية ولكن محمود خارج المرمى. محمود علي خارج المرمى ويهدي الكويت متقدم بهدفين. 20 على 4 دقائق عزيزي المشاهد، تونا لسه بالبداية لسه بالبداية وما زال للقاء حكاية ورواية. رايح احكيها لكم لاعبين السالمية والكويت، لسه الوقت طويل امامكم متعة وراح تشوفون. والكويت البرتغالي فرانكيز الى هرنانديز والتصويب البرتغالية في مرمى السماوي المغربي، لكن هناك دخول خاطئ، هناك دخول خاطئ على هرنانديز. سريعة للسالمية بندر الشمري واول اهداف السالمية، اول اهداف السالمية من الشمر. ونعم بعيال شمر طبعا بندر الشمري من نادي السالمية وفي الشمري. اهداف اللقاء من سواعد شمرية، سواء من الكويت هدف الشريوان وهدف السالمية من بندر الشمري. تعود الكويت هرنانديز وخارج المرمى، لكن هناك رمية 7 أمتار وإشارة من حسين إسماعيلوف يقول له هناك فيها دف. خنشوف علي خالد معترف علي خالد صح فيها دف، ودا للخارج ضيق عليه المساحة ولو كانت الدفعة خفيفة وبسيطة ولكن غير اتجاه اللاعب. رمية 7 أمتار وصالح الموسوي بالتصويب وزموشي وهدف صالح الموسوي. تصدى زموشي لكن تعود الريباوند الرائع من صالح الموسوي. هذا تصدي يحيى زموشي لكن خذاها صالح وسجل الهدف الثالث لنادي الكويت. الهدف الثالث لنادي الكويت. كرة الآن مع السالمية، الكويت متقدم ب3 أهداف والسالمية 1، الفارق 2 ومحمد البلوشي نزول 2 على الدائرة. والسالمية حيدر دشتي بندر الشمري إلى ماوى وماوى، لكن أبو عباس صاحي تعود لمحمود علي. محمود علي يسجل. شوف اندفاع لاعبين الكويت بعد تصدي أبو عباس فتح المسافة. شوف وين راح، وين رحت يا عزيز؟ شوف تركت المساحة كبيرة. أول شيء أضمن بالريباوند وتضيع على الكويت وتعود للسالمية اللي سجل تعادل. وماوى ماوى ماوى يا 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 هدف التعادل، هدف التعادل. احذر السالمية بالفاست بريك وعزيز الشمري الكويت ويسجل عزيز الشمري. مباراة سريعة، مباراة ممتعة لحد الآن. 6 دقائق سريعة من الفريقين. هذا هدف ماوى، شوف بطريقة اللف يلفها بمرمى أبو عباس حسن. الكويت يسجل ويتقدم الآن بهدف. كرة الآن مع السالمية، يلا يا السالمية شنو عندك؟ ورنا يا ماوى، وشنو عندك يا بندر؟ وشنو عندك يا السماوي؟ هذه الهجمة ولبلوشي إلى حيدر إلى محمود علي ماوى بندر الشمري والدخول. يا عملت كل شيء يا بندر للهدف، عملت كل شيء والعارضة تحرم من بندر، والعارضة تحرم بندر والسالمية من هدف التعادل. بعد ما فعل كل شيء يا بندر، السرعة والمهارة واختيار المنطقة الفاضية، ولكن كرة في القائم يا بندر. هذا بندر لاعب مميز، لاعب تكتيكي 100%، يمتاز بالسرعة والنظرة للملعب، لكن يا بندر الفينش ما كان صح. معلش تعود سيف العدواني وخطأ لنادي الكويت، خطأ لنادي الكويت. سيف العدواني هرنانديز إلى فرانكيز والتصويب وهدف،
هدف لفرانكيز. يسجل فرانكيز، تعود للسالمية، سنتر سريع وحيدر محاول الدخول. دفاع قوي من فرانكيز، دفاع قوي من فرانكيز على حيدر دشتي. هذا هدف فرانكيز، صحيح في إعاقة، عطاك فرصة سجلت يا فرانكيز، خلاص هدف وبلاي اون. كمل الهجمة، ما فيها عقوبة ولا تستحق، لا فيها دفع ولا فيها شد ولا فيها شيء. تعود لنادي السالمية، الفارق هدفين الآن، الكويت متقدم. بندر الشمري، نور الدين ماوى إلى حيدر، بندر الشمري ودفاع قوي من مشاري صيوان، دفاع قوي من مشاري صيوان على بندر. تعود للسالمية الآن، بندر الشمري إلى حيدر، نزول اثنين على الدائرة من حيدر وماوى، وبالبلوك يا ماوى، ثاني كرة بالبلوك يا ماوى. تعود للكويت، فرانكيز يهدي، فرانكيز يهدي، فرانكيز إلى سيف العدواني، وسيف لفرانكيز إلى هرنانديز، والدخول للدائرة مشاري، لكن هناك خطأ لنادي الكويت، ها خطأ لنادي الكويت، فاول يتنفذ. فرانكيز إلى سيف العدواني، إلى فرانكيز مارزو، هذا سيف إلى فرانكيز، إلى سيف، محاولة الدخول لفرانكيز والتصويب، وهدف، هدف، هدف يسجل فرانكيز، هدف يسجل فرانكيز لنادي الكويت، الهدف رقم 6 يوسع الفارق في الكويت إلى 3 أهداف. لكن هناك خطأ 4 خطوات على السالمية، خطأ 4 خطوات، هذا هدف فرانكيز، شوف هدف فرانكيز، وخطأ تورنوفر على السالمية، احتسب 4 خطوات. كرة مع الكويت، هل يوسع الفارق؟ هرنانديز إلى سيف، فرانكيز والكويت، دفاع السالمية متقدم، قاعد يلعب دفاع 3-2-1 متقدم، وسيف ورمية 7 أمتار وإيقاف للوقت، فيها لعب على الكتف، واستدعاء الطاقم الطبي، وسلامات يا سيف، سلامات يا سيف العدواني، فيها لعب. شوف هذا سيف، شوف الحداد، لا يا الحداد، لا يا الحداد، هذا توقع فيها تشاور، فيها لعب على الكتف يا الحداد. شنو قرار حكام اللقاء؟ هذا راح نشوفه الآن، ولا فقط رمية 7 أمتار قرار عند حكام اللقاء؟ بس الواضح ان حكام اللقاء ما فيه تشاور. سلامات يا سيف، دقيقتين على الحداد، قلت لك فيها دقيقتين، اقل شيء، اقل دقيقتين. لا يا الحداد مو عاجبك، لا لا يبا رد اليوم بالليل، شوفها بالاعاده ولا شوفها باكر باليوتيوب. صحيحه، لعب على الكتف، مشاري عباس، طاها 7 أمتار، والقائم يا مشعل، القائم يا مشعل، انا اقول مشاري شقيقك ما في مشكله، انت ومشاري اخوان طبعا، النجم مشاري عباس طاها، نجم الان اللي يلعب نادي كاظمه، مشعل اللي صوب، مشعل عباس طاها، والسالميه ناقص، ويلعب امتي جول على يسار الشاشه، شوف عزيز المشاهد، اي جي معناتها امتي جول، المرمى فاضي. كره مع السالميه، هل يسجل رغم النقص العددي؟ محمود علي، حيدر دشتي الى ماوى، وماوى ما شفناك يا ماوى، لاعب خطير وقوه ضاربه بنادي السالميه، نور الدين ماوى، متى ماك عاد لمستواه، وطبعا هذا فهد الروضان لاعب الدائره، حيدر دشتي وشارت اللعب السلبي، وماوى، ولكن ابو عباس، ابو عباس يتصدى، ابو عباس لحد الان مالي المكان، ابو عباس مالي المكان، ويقول حق علي صفر، طبعا لا نعرف سبب غياب علي صفر، بس نقول له ان زميلك حسن ابو عباس مكفي وموفي. سيف العدواني، هرنانديز، فرانكيز عفوا الى مشاري، كان هناك خطأ على مشاري، ما استحوذت عليها كامل يا مشاري، ما
استحوذت عليها صح تعود لسيف العدواني فرانكيز الى هرنانديز ويا زموجي يا يحيى يا يحيى يا ابن الرباط يا المغربي هذا يحيى الزموجي يحيى زموجي شوف يتصدى يحيى زموجي لاختراق والانفراد الواضح اللي كان من البرتغالي هرنانديز تعود للسالمية 12 دقيقة عزيز المشاهد والفارق 3 أهداف 6 الكويت 3 السالمية كرة مع السالمية اللي يقلص الفارق وحيدر بندر الشمبري أبو عباس يا أبو عباس يا أبو عباس يا حسن يا حسن يتصدى ويتألق حسن أبو عباس في 12 دقيقة الأولى وسيف العدواني ولكن هناك دفاع على سيف دفاع على سيف العدواني تعود لنادي الكويت والنتيجة على ما هي عليه 6 الكويت 3 السالمية فرانكيز عزيز الشمري إلى سيف هرنانديز سيف العدواني تمريرات دفاع 5-1 تمرير للدائرة مشاري يا شنو هالتمريرة شنو هذه النظرة شوف فرانكيز يا سلام يا سلام يا سلام شوف الصحيان شوف الاستلام من مشاري يا سلام هدف جميل من الخبرة لاعب الدائرة مشاري صيوان طبعا اعتذر اعزائي المشاهدين انا خربطت شكرا صديقي مدير لعبة بنادي القادسية زميلنا اللي نقول له مبروك طارق أبل هو اللي صحح لي يحيى زموشي جزائري مو مغربي شكرا تعود بندر الشمري تمرير الدائرة فهد الروضان ويسجل فهد الروضان من فوق الرؤوس من فوق الرؤوس يا فهد الروضان ويسجل هدف الرابع للسالمية وخلفية ولكن تجاوزت خط الجانب تجاوزت خط الجانب ونتيجة 7 الكويت 4 السالمية 14 دقيقة هذه كرة فهد الروضان شوف الله من فوق الرؤوس في المكان الفاضي هذه مهارة رائعة في التصويب في كرة اليد بس تعود للسالمية الآن فرصة لتغليص الفارق الفارق 3 أهداف والسالمية الحداد فواز يوسف والتصويب خارج المرمى يا فواز خارج المرمى يا فواز وتعود لنادي الكويت فرانكيز سيف العدواني طويلة لكن ياخذها هرنانديز ويهدي الكويت ويهدي الكويت مع الفارق 3 أهداف هرنانديز هناك تبديل نزول عبد العزيز سلطان على الدائرة عبد العزيز سلطان نادي الكويت الآن سيف فرانكيز محاولة دخول اختراق ومهارة ولكن بالعغائم تذهب إلى خارج المرمى تذهب إلى خارج المرمى يا فرانكيز وانتصفنا الشوط أعزائي المشاهدين 15 دقيقة ونص 7 الكويت 4 السالمية فارق 3 أهداف كرة الآن مع السالمية هذا علي خالد الخط الخلفي وفواز يوسف وحيدر دشتي وعلي خالد ويسجل علي خالد يسجل علي خالد المنجي البناني طبعا رأى أن يتم تبديل نور الدين ماوى وبندر لتعديل بعض الأمور التكتيكية ولك ما أردت يا المنجي البناني لك ما أردت بفواز يوسف وعلي خالد اللي سجل الهدف رقم 5 فارق هدفين كرة مع الكويت الآن صالح الموسوي محمد عامر نزول محمد عامر هذا هرنانديز دفاع قوي من علي الحداد دفاع قوي من علي الحداد كرة الكويت محمد عامر هرنانديز إلى محمد هرنانديز والدخول وهدف هدف هرنانديز يسجل هدف يسجله هرنانديز بمرمى يحيى زموشي هذا هرنانديز شوف يا الروضان تأخرت يا الروضان تأخرت وفتحت مساحة
ترحل. معليش معليش يا الروضان، هدف. لا تغلط، لاعب البرتغالي امام البرتغالي هرنانديز لاعب مميز، لا تغلط امامه، يستقل اي مساحه. تعود للسالميه الان، حيدر دشتي، علي خالد، والدخول يا ابو عباس، يا ابو عباس. حسن يتصدى، تعود سريعه، سيف العدواني يسجل، سيف العدواني يسجل، سيف العدواني يسجل، والكويت 9 والسالميه 5، ويرفع الفارق الى 4 اهداف. هذه كرة علي خالد، سويت كل شيء يا علي، لكن النهاية ابو عباس نجم الشوط الاول. حسن ابو عباس يتصدى ويتألق في 17 دقيقة الاولى من هذا الشوط ومن هذا اللقاء. حيدر دشتي والتصويب، وهدف يا حيدر، هدف يا حيدر دشتي، هدف يسجله حيدر دشتي، اول اهداف حيدر دشتي. تعود سريعة، هرنانديز لكويت، وخارج المرمى يا هرنانديز، خارج المرمى يا هرنانديز، خارج المرمى. هذه الجماهير الكويتاوية حاضرة مثل ما كانت قبل شوي، جماهير القادسيه والعربي، مالي الصالة، والله نستمتع. يعني الجماهير، انتوا اللاعب رقم واحد في الملعب، ثيروا المتعة، ترفعون من حماس اللاعبين ويرتفع الرتم. اتمنى حضور ودورينا قوي وممتع. احضر وحيدر باستعجال يا حيدر، استعجلت فيها يا حيدر، استعجلت فيها يا حيدر. خارج المرمى، تعود نادي الكويت، سيف العدواني، دفاع قوي على سيف، وهناك ايقاف للوقت، دقيقتين، دقيقتين على علي خالد. حكم حسين اسماعيلوف يأشر له، انت ساحب سيف من فنيلته، انت ساحب سيف من الفنيلة. تعود والسالمية ناقص الان، ايقاف المؤقت دقيقتين على علي خالد، هل يستغل الكويت. وهرنان فرانكيز سيف للجناح عزيز، ويسجل عزيز الشمري، ويسجل عزيز الشمري الهدف رقم 10 لنادي الكويت، ويوسع الفارق الى 4 نقاط، 4 اهداف عفوا، 4 نقاط، كرة سلة 4 نقاط، احنا كرة يد 4 اهداف. تعود للسالمية، ماوى يعود، السالمية يلعب امتي جول من غير حارس مرمى، امتي جول بسبب ايقاف دقيقتين على علي خالد. وبندر الى حيدر، وخطا، ايقاف دقيقتين على محمد عامر، ايقاف دقيقتين على محمد عامر، محمد متحسف يقول هو اللي لاف، والله راح نشوفه، راح نشوفه بالاعاده، راح نشوفه بالاعاده، خلينا نشوف. قرار عند حكام اللقاء يقول، طبعا من الكاميرا هني ما بينت، يقول ان اشاره انه في مسك من العنق، اذا صدق فيها مسك على دقيقتين، والقرار عند الحكام. والبلوشي، لكن لمس للخط يا البلوشي، لمس للخط يا البلوشي، لمس للخط يا البلوشي، هذه كره البلوشي، والله شيء خطي، والله مبينه فيها لمس، فيها لمس للخط كنظره سريعه. ولكن انا اقول لك عزيزي المشاهد، فقط أقول رأيي، ولكن القرار الأول والأخير لحكام اللقاء. والكويت وهرنانديز يسجل، وهرنانديز يسجل، ويصعد الفارق إلى 5 أهداف، 11 الكويت، 6 السالمية، الفريقين ناقصين بسبب الاستبعاد، وأيضا السالمية باقي له 8 ثواني ويكمل، يلعب امتي جول. بندر إلى حيدر دشتي، ماوى إلى حيدر، حيدر دشتي إلى ماوى، للجناح البلوشي، والدخول يا أبو عباس، يا أبو عباس، يا أبو عباس، يا أبو عباس، شو اللي سوي، شو مسوي اليوم، شو مسوي اليوم يا أبو عباس، متألق، متألق بمرمى نادي الكويت.
حلوة يا حسن، نجم الشوط الأول بلا منازع حسن أبو عباس. تعود لنادي الكويت والفارق 5 أهداف، هل يوسع الفارق نادي الكويت؟ هرنانديز، فرانكيز، عزيز سلطان إلى الجناح الموسوي، يا الكويت يا الكويت يا العميد ويا العميد، هذا صالح الموسوي، منو تمسك ومنو تخلي بنادي الكويت؟ ماوى للجناح محمود علي، ويسجل محمود علي، ويسجل محمود علي 12-7، هذا هدف محمود علي لاعب الجناح المميز بنادي السالمية، وهذا هدف صالح الموسوي، يسجل بمرمى يحيى زموشي، سجل بمرمى يحيى زموشي. تعود لنادي الكويت الآن 22 دقيقة، باقي 8 دقائق والفارق 5 أهداف، نزول عبد الله الخميس، عبد الله الخميس، نواف الشمري أيضا، محمد عامر، تم تبديل الخط الخلفي كامل، نواف الشمري، خطأ لنادي الكويت، خطأ لنادي الكويت، وإيقاف للوقت، وقت مستقطع، يطلب المدير الفني البرازيلي ماركوس أوليفيرا، ماركوس أوليفيرا، شنو عندك يا ماركوس؟ يبي يوسع الفارق، يبي يحافظ على الفارق وحقه، يبي يطلع من الشوط الأول مرتاح، خاصة مع بداية الشوط الثاني راح يكون الإرسال لنادي الكويت، معناته الفرصة أمامه لتوسيعة الفارق، المحافظة على فارق الأهداف. طبعا نشوف، نقول البنش بالنسبة لنادي الكويت بقيادة البرازيلي ماركوس أوليفيرا ومساعده البرتغالي تياغو، مدير فني هيثم رشيدي، على الخبر مدرب حراس مرمى ياسين بوكر أخصائي العلاج الطبيعي، من جهة أخرى السالمية المنجي البناني الجزائري، مدرب يعقوب الموسوي، مساعد المدرب علي موسى، إداري الفريق محمد غسان أخصائي العلاج الطبيعي. تعود وانتهى الوقت المستقطع، نستأنف اللقاء مرة أخرى الآن، نادي الكويت، عزيز سلطان، وخطأ لنادي الكويت، خطأ لنادي الكويت، صفرة حكام اللقاء الأوزبك حسن وحسين إسماعيلوف، دوليين مواليد 2003 صغار بالسن، ومحمد عامر دفاع قوي من بندر الشمري، إشارة اللعب السلبي على نادي الكويت، عزيز سلطان، محمد عامر راح يصوب، راح يصوب وهدف، راح يصوب وهدف، قلت لك راح يصوب وهدف، يسجل محمد عامر الهدف رقم 13 ويوسع الفارق إلى 6 أهداف. محمد عامر، هذا محمد عامر، ما شاء الله، لا إله إلا الله، لاعب مميز، ارتقاء وطول قامة، لا إله إلا الله، تصويب قوي، ربي يحفظك يا محمد عامر. وخطأ، دفاع قوي على حيدر دشتي، دفاع قوي على حيدر دشتي، دفاع قوي لحد الآن من نادي الكويت، نادي السالمية واجد صعوبة في اختراق هذا الدفاع. بندر الشمري، ماوى اللي ما شفناه اليوم قايب الحاضر، هذا ماوى، نور الدين، دفاع قوي من عبد العزيز سلطان، دفاع قوي من عبد العزيز سلطان، إشارة اللعب السلبي على السالمية، هذا يرسم لك حال نادي السالمية، كثرة اللعب السلبي عليهم، مو مقادرين يخترقون دفاع نادي الكويت. وبندر، وتصويبه خارج المرمى، تصويبه خارج المرمى، وتعود، وتعود، ويهدي، يهدي نادي الكويت، الفارق 6 أهداف، كرة مع نادي الكويت الآن، وآخر 5 دقائق ونص نهاية زمن الشوط الأول، كرة مع نادي الكويت، محمد عامر، عبد الله الخميس، حاول دخول تصويب واختراق نواف الشمري، ودخول خاطئ على نواف
دخول خاطئ على نواف وسريع الاستالمية بندر الشمري ماوى لبندر إلى ماوى والدخول والاختراق والقائم القائم وضاعت يا ماوى من تب يومك اليوم اليوم مو يومك محمد عامر تمرير خاطئ وتعود سريعة لماوى فاست بريك بعد ضيعها ماوى لا يسجل 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 ماوى يسجل يسجل نور الدين ماوى هدف اليوم مو ماشي وياه هذا ابو عباس طبعا بدلوا الملابس حراس المرمى لكن قاعد اشوف اللون مختلف يعني ابو عباس كان لابس اسود لبس ازرق ويحيى زموشي كان لابس احمر نفس لون لاعبين نادي الكويت بدلوا لبس اللون الاسود تم تدارك الوضع والكويت محمد عامر على الثبات على الثبات ويسجل ويسجل الهدف رقم 14 ويوسع الفارق الى 6 اهداف والسالمية ماوى الى حيدر دشتي حاول الدخول ودفاع قوي من عبد العزيز سلطان دفاع قوي من عبد العزيز سلطان الياسين نادي السالمية محمود علي فهد الروضان واخر 4 دقائق على نهاية زمن الشوط الأول واضح الكويت حاكم قبضته على اللقاء لحد الآن سالمية يملك العناصر ليعود يملك العناصر ولكن أيضا تألق حسن أبو عباس بالتصدي لكرات السالمية هو اللي عطى بلس على وماوى ورد علي أبو عباس لكن هناك إيقاف للوقت دقيقتين دقيقتين على منو يقول لا فيها دفاع بالقدم على محمد عامر هذه الثانية يا محمد هذه الثانية يا محمد اللي عمل الخطأ عزيز الياسين عزيز الياسين عبد العزيز الياسين هو اللي استبعد دقيقتين هو اللي استبعد دقيقتين ورمية 7 أمتار حيدر دشتي ولا ابو عباس يا ابو عباس يا حسن يا حسن ابو عباس ابو عباس وتحية من مدربه مدرب حراس مرمى المميز كابتن علي الخضر نجم نجم يا حسن ابو عباس نجم الشوط الاول الحارس حسن ابو عباس ومن رجح كفة نادي الكويت في هذا التقدم لحد الدقيقة 27 تعود لنادي الكويت الآن عزيز الشمري نواف الخميس عبد الله مشاري والموسوي صالح الموسوي يسجل صالح الموسوي يسجل من الجناح الأيمن الكويت عامل كوكتيل تنويع طبعا راح يتطرقون له أكيد الإخوان في الاستوديو التحليلي سجل من كل مكان من الدائرة من الفاست بريك من الأجنحة من الخط الخلفي من الاختراق في كل مكان نادي الكويت هذا نادي السالمية وعلي محمود أبو عباس تعود لبولند وبولند علي خالد ويهدي السالمية آخر دقيقتين والفارق 7 أهداف وبندر لمحمود أبو عباس سكرها 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 حسن ابو عباس سكرها حسن ابو عباس خلاص 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 سكرها سكرها لا تحاول الدش من الجناح الدش من الاختراق رمية 7 امتار شوط باسم حسن ابو عباس الشوط الاول باسم حسن ابو عباس حلوة يا حسن برافو برافو نجم الشوط الاول بلا منازع نجم الشوط الاول بلا منازع حسن ابو عباس وتعود لنادي الكويت نواف شمري محمد عامر ويصوب وهدف هدف نفس التصويبة ونفس الطريقة يأتي محمد عامر إلى الباك العكسي وشوط بالزاوية نفسها الضيجة وأيزن زموشي يتوقع ويذهب للزاوية البعيدة نفس الطريقة وكلاكيت ثاني مرة يا يحيى الزموشي
وهذا اللي عمل الفارق، والفارق الآن 8 أهداف في آخر 45 ثانية. تألق حسن أبو عباس ويحيى زموشي مو بالمستوى اليوم. تعود السالمية وعلي خالد، حيدر دشتي محاولة الدخول إلى بندر للجناح علي بولند. يا علي يا علي، الحل عند الصغير، الحل عند الصغير علي علاء بولند. شوف هذا علي، شوف هدف جميل، لاعب مميز علي علاء بولند، لاعب من لاعبين صغار السن، لاعب منتخبنا للشباب. وآخر 10 ثواني اللي يسجل الكويت، محمد عامر راح يصوب عبد الله الخميس، يتصدى زموشي وتعود للسالمية. هناك خطأ للسالمية، خطأ للسالمية، وانتهى الشوط أعزائي المشاهدين. بنهاية هذا الشوط متقدم نادي الكويت بفارق 7 أهداف، 16 الكويت 9 السالمية. الآن استراحة قصيرة وعد معكم إن شاء الله لكم معكم مجريات الشوط الثاني. انتقل الآن إلى السيد التحليلي بقيادة زميلي المميز عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن عباس طه والكابتن اسماعيل عبد القدوس. والى انتقل لكم ان شاء الله في بدايه الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي لك المايك عزيزي عبد الله حسين. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يوسف مدوي يحييكم مرة أخرى مع الصراع بين الشوطين. الشوط الأول اللي انتهى بين الكويت والسالمية 16 الكويت 9 السالمية. طبعا أشكر الزملاء بالسود التحليلي قيادة الكابتن عبد الله حسين وضيوفه الكرام عباس طاهر وإسماعيل عبد القدوس. بداية الشوط الثاني وأول أهداف الشوط الثاني نادي الكويت هدف سريع سجله مشاري صيوان وتعود للسالمية. أبو عباس يكمل تألقا عباس يا أبو عباس يا حسن وتعود لنادي الكويت وفرانكل لمشاري وزموش هالمرة بالتصدي وتعود سريعة للسالمية. حيدر دشتي بندر الشمري مباراة سريعة بالشوط الثاني وماوى ويسجل نور الدين ماوى يسجل نور الدين ماوى الهدف رقم 10 يخلص الفارق إلى 7 أهداف. السالمية اليوم مو طبيعي تكلم الحي. السالمية اليوم ولا حتى بنص مستواه شيء غريب يعني. فرانكيز تمرير أي لا مشاري وفرانكيز تصويب ولكن يتصدى الزموشي وتعود للسالمية. تعود للسالمية الآن حيدر بندر الشمري لا حيدر وعلي خالد ويسجل السالمية. يسجل السالمية الهدف رقم 11 والفارق أصبح 6 أهداف. وفرنانديز ويسجل مباراة سريعة في الشوط الثاني. دقيقتين ما فيها نفس. شوف هذا هرنانديز شوف الأمبريلا والدخول وهذا هدف علي خالد بالاختراق ويسجل. النتيجة الآن 18 الكويت 11 السالمية. تعود للسالمية الآن فواز يوسف يعني اللي يفرق فواز يوسف عن بندر سريع ومشاقب. أما فواز يقود لك النص يقود لك الفريق. فواز يلعب لخدمة الفريق. بندر يعمل لك مهارة فردية اختراق سرعة باللعب. أما فواز يديرها بالعقل. فواز لاعب هادي لاعب مميز بنادي السالمية فواز يوسف. تعود للجناح علي بلوشي ورمية سبع أمتار لنادي السالمية سجلها ضار الحكم احتسبها نزول ما وجود خطأ. رمية سبع أمتار هذا علي شوف نزل وشات لا خطأ صح لكن رمية سبع أمتار بالتصويب. علي بولند بالتصويب وعلي بولند يسجل رمية سبع أمتار. علي بولند يسجل الهدف رقم 12. الهدف رقم 12. تعود لنادي الكويت الآن عبد الله الخميس هرنانديز إلى عبد الله وفرانكيز. عبد الله الخميس نزول اثنين على الدائرة وهرنانديز إلى فرانكيز. دفاع السالمية يلعب دفاع متقدم 3-2-1 متقدم على الخط الخلفي. عزيز المشاهد دفاع 3-2 تلعبها إذا كان مثل طبعا نادي الكويت تلعب عليه 3-2-1 ليش؟ لأن لاعبين خط خلفي مميزين جميعهم يصوبون فتلعب عليهم دفاع ضاغط عشان ما تعطي مساحة ما تخلي يوصل ل 9 متر لأن لاعبين كلهم مصوبين من الخارج. عبد الله الخميس نادي الكويت للدائرة مشاري دفاع قوي من علي الحداد فرانكيز تمرير للجناح أسيري لكن تجاوزت الخط يا أسيري وتعود سريعة لنادي السالمية. ركان حيدر دشتي هل يعود السالمية ويسجل حيدر دشتي الهدف رقم 13. ويخلص الفارق إلى 5 أهداف 18-13. تنقطع أيضا تورنوفر من الكويت وتعود للسالمية مرة أخرى. هل يعود السالمية
عنده عنده عندك عندك كي يعود يملك الخامات كي يعود. نادي السالمية الآن فواز فواز يوسف حيدر دشتي علي بولن فواز حيدر علي خالد لفواز للجناح بولند أبو عباس أبو عباس يتصدى ويتألق كعادته في الشوط الأول يكمل مسلسل أوه يمشاري يا صيوان يمشاري يمشاري يا الخبرة لاعب مميز متى ما استلم مشاري يسجل متى ما استلم مشاري يسجل ويسجل هدف رقم 19 لنادي الكويت ويصعد بالفارق إلى 6 أهداف وست دقائق والفارق 6 أهداف لنادي الكويت. فواز يوسف السالمية حيدر دشتي دفاع قوي من فرانكيز دفاع قوي من فرانكيز نادي الكويت علي الحداد لاعب الدائرة حيدر إلى فواز فواز نزول علي علاء بولن على الدائرة فواز والتصويب وتصدي من حسن أبو عباس والتصدي من حسن أبو عباس المتألق اليوم حسن أبو عباس وفرانكيز هرنانديز ويسجل هرنانديز ويسجل هرنانديز الهدف رقم 20 ويعود الفارق إلى 7 أهداف مرة أخرى. صح السالمية ورد نام مرة أخرى يسجل الهدف رقم 20 عن طريق البرتغالي هرنانديز. تعود للسالمية الآن السالمية علي البلوشي علي خالد هذا علي خالد غلوب علي حيدر علي علي حيدر علي الحداد عفوا حيدر دشتي خطر خطر حيدر الحكم يقول لك خليت اربع خطوات موجود خطأ ما اقدر اعطيك فرصة كان يبي الفرصة حيدر لكن الحكم كذي شرح لو كذي قال حيدر دشتي علي خالد للدائرة لبلوشي فلتت منك فلتت منك يا الحداد فلتت منك يا علي الحداد عود نادي الكويت هرنانديز ويسجل هرنانديز والفارق أصبح 8 أهداف والفارق صبح أصبح 8 أهداف لنادي الكويت ووقف مستقطع يطلب المدير الفني الجزائري المنجي البناني لنادي السالمية بعد ما خلص الفارق إلى 5 أهداف وكان هناك فرصة ليسجل توصل 4 أهداف لكن عاد الكويت بالفارق إلى 8 أهداف الآن 21-13 الفارق 8 أهداف ويدري المنجي البناني نادي الكويت إذا سيطر على الفارق صعب يعني مش مستحيل يعني لكن نادي الكويت فريق متمكن لاعبين خبرة محترفين على طراز عالي لاعبين دوليين صعب تعود عليه من بعيد ما في شيء مستحيل في كرة اليد ولكن نتكلم عن وقائع وقائع طبعا وارقام وامكانيات فردية وايضا جماعية. طبعا اقصد عزيزي المشاهد هو ليس تقليل من نادي السالمية نادي السالمية كل التقدير والاحترام بس لا احد بعد يفهمني غلط عندنا الناس بعد ما شاء الله السوشيال ميديا حاضر يقص لك هاللقطه حق محمد مدو ويقول لك شوف شنو قال. لا انا اقول لك انا اقصد السالميه ايضا يملك لاعبين وخامات طيبه ولكن اتكلم كم كفريق بطل السنين اللي طافت هو بطل دوري 11 سنه فريق يملك خامات هذا اللي اقصده والسالميه وعلي خالد ويسجل هدف ويسجل هدف علي خالد علي خالد يسجل هدف وتعود سريعة وفرانكيز لا عليت الليفل عليت الليفل يا فرانكيز بالأرض عليت الليفل هذا هدف علي خالد شوف حلوة قوية بالزاوية البعيدة على يمين حسن أبو عباس تعود للسالمية تعود للسالمية السالمية 14 السالمية 14 والكويت 21 كرة مع السالمية شكرا تعود حيدر دشتي والسالمية والتصويب وهدف لحيدر هدف لحيدر دشتي هدف لحيدر دشتي
يقول له العب في المكان الصحيح والوضع الصحيح، لازم تكون الكرة داخل ورجل من ريولك داخل. يمشي عاري صيوان، هكذا يقول القانون، مو محمد مدوم معلق ولا حسن وحسين اسماعيلوف، القانون يكون ذلك يا حسين يمشي عاري صيوان. تعود للكويت عبد الله الخميس، الى فرانكيز، الى هرنانديز، فرانكيز تعود لهرنانديز البرتغالي، محاولة الدخول والتصويب، اربع خطوات خذيت فنت ولفيت خطوتين، اربع خطوات وهي اعاقه. ابتسم طبعا ابتسم، ولكن قرار الحكم هو الصحيح، قرار الحكم هو الصحيح يا هرنانديز، نبيك تبتسم ان شاء الله. الابتسامه عليك على جميع من يحضرنا ويسمعنا خلف شاشه تلفزيون دوله الكويت ان شاء الله. تعود مشاري، مشعل عباس، ومشعل ايش فيني على مشاري، مشعل عباس طاها، مشعل عباس طاها، ورمية سبع امتار لمشعل عباس طاها. هذا مشعل رمية سبع امتار يحسبها كامل لقاء. مشعل راح يصور، مشعل راح يصور رمية سبع امتار وخارج المرمى يا مشعل. انا اشوف انك استهترت فيها، لان لو نشوف الاعاده مشعل ما كان يشوف المرمى. شوف مشعل، شوف ما كان يشوف المرمى، كان قاعد يشوف الحكم صفه صوب على طول. معلش معلش معلش، ضاعت من مشعل 10 دقائق داشين على 11 دقيقه، والفارق اصبح 7 اهداف بعد ما وصل الى 8 اهداف، يعني خلص الفارق الى 6 اساميه الان. فواز يوسف، حيدر دشتي، التمرير علي خالد، دفاع قوي والدخول، لكن دفاع قوي من هرنانديز، دفاع قوي من هرنانديز. هرنانديز قاعد يكلم الحكم وايد، أشر للحكم قال له لا تتكلم خلاص. وحيدر دشتي، دفاع قوي من محمد عامر، دفاع قوي من محمد عامر. والسالمية الآن على حيدر دشتي، وحيدر تمرير الدائرة الروضان ما توصل، محمد عامر سريعا لهرنانديز، ويسجل هرنانديز، ويسجل الكويت، يسجل هرنانديز الهدف رقم 22، ويعود الفارق الى 7 اهداف لنادي الكويت، الى 7 اهداف لنادي الكويت. والسالميه هيدر، فواز يوسف، علي خالد، فواز علي خالد حاول الدخول وما فيها شيء يعني. والله لاعب علي خالد لاعب مجتهد، لاعب مميز والله، يعني قاعد يخترق وعنده مهارات ويتحرك حركة صحيحة، ولكن ختامها نبيها مسك يا علي خالد. التسجيل ختامه مسك، يعني تسجل، عملت كل شيء إلا التسجيل يا علي خالد. تعود لنادي الكويت الآن، هرنانديز، عبد الله الخميس، فرانكيز، عبد الله، مشعل عباس، إلى عبد الله، إلى مشعل، أوه دقيقتين يا مشعل، تصويب بوجه الحارس يحيى الزموشي من الستة أمتار وأنت مواجه، دقيقتين يا مشعل، واضحة، ما يبي لها تشاور، ما يبي لها شيء، كانت واضحة، ويعتذر مشعل، أخلاق، أخلاق يا مشعل، لاعب مميز مشعل، الحربي. هذا مشعل عباس وجه الحارس، دقيقتين إيقاف لمشعل عباس طاها. طبعا قانون الجديد والتعديلات، أي كرة من 6 متر لوجه الحارس دقيقتين على اللاعب المصوب، من ضمن التعديلات طبعا الجديدة لكرة اليد. هذا مشعل عباس دقيقتين، 2 منت الكويت ناقص، والسالمية وعلي خالد وعلي بلوشي. رمي ضربة مرمى، حتى لو مو مرمى تصدى لها حسن ابو عباس، حتى لو مو مرمى، لو مو لامس الخط تصدى لها حسن ابو عباس. وتعود لنادي الكويت، تعود لنادي الكويت
خلاص عزيزي المشاهد، حسن ابو عباس حط اسمه وحفر اسمه نجما لهذا اللقاء، ما يحتاج نكمل ال 17 دقيقة الباقية، هو نجم هذا اللقاء حسن ابو عباس عارض مرمى نادي الكويت. تعود لنادي الكويت الان عبد الله الخميس الى هرنانديز والتصويب وهدف يا هرنانديز، هدف رقم 23 والفارق يصعد الى 8 اهداف. وعلي الحداد، وعلي الحداد يصوبها يتصدى حسن ابو عباس نجم هذا اللقاء، نجم هذا اللقاء حسن ابو عباس. حلوه يا حسن والله، نجم 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 يا حسن ابو عباس. هذا هدف فرنانديز فارق 8 اهداف والسالميه وحيدر دشتي وابو عباس، ابو عباس يتصدى ايضا، ابو عباس يتصدى ايضا. يعني ايش اقول، حسن ابو عباس برافو برافو يا حسن ابو عباس، برافو يا حسن ابو عباس. تعود الان نادي الكويت، اسيري الى فرانكيز الى مشاري، تعود ويهدي مشاري، ما استلمها عدل مشاري ويعد هجمه ونزول صالح موسوي على الدائره 2، تمريره خاطئه من فرانكيز، تعود للسالميه ركان تقي ويهدي ركان، ويهدي ركان تقي. طبعا ابو عباس خليني اقول لكم ارقام ابو عباس، تصوبت على ابو عباس لحد الان 33 تصويبه ب 18 تصدي، ما شاء الله لا اله الا الله، 18 سيف سيف من ال 6 متر، 8 من ال 9 متر، 8 طبعا سيف من ال 7 امتار، وهذا بندر وايضا ضيف له واحد من ال 9، صار 9 سيف من ال 9 متر. ومشاري ويسجل 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 ويسجل، مشاري صيوان، وانتصفنا الشوط اعزائي المشاهدين، والفارق وصل الى 9 اهداف لنادي الكويت 24-15. يعني غريبه اداء نادي السالميه في هذا اللقاء، يعني السالميه انت تنافس على المركز الثالث، كانت فرصه لان كل منافسينه باستثناء برقان اللي فاز، وتعود سريعة ومشعل ويسجل، والفارغ أصبح 10 أهداف، والفارغ أصبح كبير يا السالمية، والجرح عود يا السالمية، والكويت يوسع الفارق إلى 10 أهداف، فارغ كبير، فارغ كبير، 25 الكويت 15 السالمية. ولا أقل المتشائمين في هذا اللقاء يتوقع هذه النتيجة، السالمية فريق ممتاز قاعد يقدم مباريات جميلة، ولكن اليوم مو بمستوى أغلب نجومه، مو بمستواهم، مو يوم اليوم السالمية، مو يوم السماوي الرهيب، مو يوم. وخطأ لنادي السالمية، خطأ لنادي السالمية، فهد الروضان والسالمية، راكان تقي، فواز يوسف محاولة الدخول، دفاع قوي من محمد عامر وهرنانديز. يعني شوف الكويت قاعد يلعب بجدية حتى بفارق 10 أهداف، ما يبي يدش فيه أهداف، ما يبي. وفواز ويتصدى أبو عباس، السيف رقم 20 ما شاء الله لا إله إلا الله. وأسيري يا أسيري يا أسيري، يعقوب يعقوب أسيري يسجل من فاست بريك من ابو عباس، نجم لقاء اليوم ونجم الجوله. اخذها مني يا حسن ابو عباس، خذها مني انت نجم الجوله، بس ما في الحين نجم الجوله، بس اخذها من اخوك المعلق محمد مدو، انت نجم الجوله، خذها مني بس من غير هديه عاد، لا تزعل حسن، نجم الجوله فقط لقب، هديه تستاهل، هديه تستاهل. تعود راكان تقي، علي خالد للجناح ما توصل، يعقوب أسيري، يعقوب أسيري
ويهدي نادي الكويت. 18 دقيقة ونص أعزائي المشاهدين، وآخر 11 دقيقة ونص عن نهاية زمن هذا اللقاء، والفارق 11 هدف، 26 الكويت، 15 السالمية. ما أقدر أقول أكثر من كذي، النتيجة تحكي ما ينوي أن يقوله لساني. يعقوب السيري، سيف العدواني، إلى نواف شمري، محمد عامر، وزموشي بالتصدي، يحيى زموشي بالتصدي، وتعود للسالمية راكان تقي، والدخول ودفاع قوي من عبد العزيز ياسين، من عبد العزيز سلطان الياسين. والله هذا اللاعب عبد العزيز سلطان والله بعيد عن الأنظار وبعيد عن الأضواء، والله دوره واضح ورئيسي في دفاع نادي الكويت. والله ما شاء الله عبد العزيز سلطان يجب أن أعطي حقه، دفاع صلب عبد العزيز ياسين، عبد العزيز سلطان هذا رقم 40 من نادي الكويت، الأسمراني الجميل، دفاع قوي من عبد العزيز الدوسري، دفاع قوي من عبد العزيز الدوسري. هذا شاهين، يعقوب، لاعب الدائرة، علي خالد، حيدر، راكان تقي، والتصويب، وهدف من راكان، هدف يسجل راكان تقي من 9 أمتار، كابتن نادي السالمية راكان تقي يسجل هدف رقم 16، 20 دقيقة، 26 الكويت، 16 السالمية، باقي 10 دقائق. محمد عامر نادي الكويت، نواف الشمري، سيف العدواني إلى محمد، سيف، مشعل عباس، محمد عامر، والتصويب، ولكن زموشي يتصدى، وتعود للياسين عبد العزيز سلطان. عبد العزيز سلطان ولد الياسين يسجل من الريباوند، يتابع الكرة اللي تصدى لها يحيى زموشي حارس مرمى نادي السالمية المحترف الجزائري. تعود لنادي السالمية، وخطأ لشاهين، خطأ لشاهين، خطأ لشاهين، تعود السالمية، حيدر إلى راكان، على علي بولن، السالمية راكان، إشارة اللعب السلبي، راكان تقي، والتصويب، وهدف، هدف، هدف يسجل راكان تقي. والله نشط راكان تقي من نزوله، مسجل تصويبتين وهدفين لراكان تقي. وتعود سريعا للسالمية، علي البلوشي، استلم بيدين يا علي، استلم بيدين يا علي، قريب. وتعود للكويت، محمد عامر، عبد العزيز سلطان، خطأ لنادي الكويت، خطأ لنادي الكويت. تعود ويهدي نادي الكويت، يهدي مشعل، مشعل عباس، سيف العدواني، نواف الشمري، إلى سيف، محمد عامر، سيف، والكويت، آخر 8 دقائق، والفارق 10 أهداف، محمد عامر نادي الكويت. نواف، تمريرة خاطئة بشكل غريب من نواف. تعود للسالمية، علي الحداد، والدخول، ورمية 7 أمتار. دقيقتين، خذ لك دقيقتين يا عبد العزيز، قلنا لك عاد متألق، قلنا لك أنت زين، ولكن هذه دقيقتين يا عبد العزيز، هذه دقيقتين يا عبد العزيز سلطان. أشوف ساحبة من الخلف، رمية 7 أمتار، ودقيقتين واضحة، واضحة على عبد العزيز سلطان، رمية 7 أمتار سجلها السالمية، نفذت، لأن السالمية الآن 18. عبد العزيز سلطان دقيقتين، راح نشوف رمية 7 أمتار اللي صوبها نادي السالمية. احتسبت هدف، ما في 7 أمتار الضار، احتسب هدف، احتسب هدف، ما اعتبرها نزول، اعتبرها هدف. وهذا سيف، الله، يا زموشي يتصدى، زموشي يحيى يتصدى، زموشي
طبعا ايضا يحيى زموشي طبعا مو مقصر ب 42 تصويبه عنده 15 سيف يحيى زموشي عنده يحيى زموشي عنده 16 سيف وابو عباس عنده 19 سيف يعني ارقام حراس المرمى اليوم حلوه حلوه للمفارقه طبعا يحيى زموشي عليه رميتين 7 امتار ولا هدف عليه تعود نادي الكويت محمد عامر الى سيف العدواني محمد عامر تصويب من الثبات وهدف هدف يسجله محمد عامر هدف يسجله محمد عامر هذا هدف محمد عامر تعود علي البلوشي من الجناح وخارج المرمى خارج المرمى من علي البلوشي خارج المرمى يا علي وهذا حسن ابو عباس نجم اللقاء ونجم الجولة نجم الجولة أنا طبعا مني أنا استاهل بعشرين سيف اليوم بعشرين سيف اليوم برافو يا حسن شاري تعود لنادي الكويت الآن نواف الشميري محمد عامر نادي الكويت سيف العدواني محاولة الدخول دفاع من السالمية من الحداد سيف إلى الجناح أشيري ويتصدى زموشي يتصدى يتصدى يحيى زموشي يتصدى يحيى زموشي ويرفع السيف إلى 17 سيف أرقام حلوة من حراس المرمى اليوم أنا بما أن الفارق كبير راح أتكلم عن حراس المرمى نجوم هذا اللقاء نزول طبعا لاعب رقم 15 لاعب صغير لاعب منتخب الشباب لاعب نادي السالمية يوسف رجب تصويب ركام بالقائم وتذهب إلى رمية جانبية وآخر أربع دقائق ونص نهاية زمن هذا اللقاء وهذا حسن أبو عباس نجم اللقاء حسن أبو عباس هذا حسن تعود لنادي الكويت سيف إلى نواف الشمري محمد عامر إلى نواف للجناح مشعل ومشعل عباس مشعل عباس يسجل من الجناح يقول عطوني بمكاني عطوني بمنطقتي أسجل هذا مشعل بطريقة فنية من أسفل أقدام الحارس يحيى زموش مشعل عباس يسجل السالمية الفارق 11 هدف الآن السالمية حيدر دشتي والقائم تعود للكويت سريعة يعقوب أسيري إلى مشعل مشعل عباس إلى سيف ويسجل سيف العدواني يسجل سيف العدواني الهدف رقم 30 يسجل الهدف رقم 30 هذا سيف العدواني بعد تمريرة حلوة شوف مشعل مضايقة دش بزاوية ضيجة عطى مشعل هذا التعاون هذه الجماعية حلوة يا مشعل والأحلى الهدف من سيف العدواني تعود للسالمية شاهين نزول اثنين على الدائرة ركان إلى حيدر حيدر دشتي إلى ركان تغي وإيقاف للوقت ودقيقتين على محمد عامر يعني كرت أحمر هاي ثالث مرة ثالث مرة يا محمد عامر إذا على محمد عامر هذه الثالثة فمعناته فيها كرت أحمر يا محمد عامر ما فيها والله كأنها الثالثة يمكن أنا غلطان يمكن أنا غلطان لا 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 هذه الثانية أنا آسف هذه الثانية تعود ركان تقي إلى شاهين طويلة طويلة فاس بريك حسن أبو عباس تنقطع من ولكن خطأ ليوسف رجب تعود لحيدر إلى شاهين يقول له ألعب وانت ثابت بمكانك يقول للحكم ألعب وانت ثابت بمكانك
هيدر دشتي، الحداد عل إلى حيدر، يوسف رجل إلى راكان، والدخول ويسجل راكان تغي، ويسجل راكان تغي هدف السالمية رقم 19. راكان تغي تعود لنادي الكويت، وآخر دقيقتين أعزائي المشاهدين والفارق 11 هدف لنادي الكويت، 30 الكويت، 19 السالمية. عبد الله الخميس، سيف العدواني، نواف الشمري، مشعل عباس، عبد الله الخميس، سيف العدواني، والتصويب ورمية مرمى المست بالبلوك والمست زموشي وثبت إلى خارج المرمى. يوسف رجب، وحلوة يا يوسف، حلوة حلوة يا يوسف، يوسف رجب الناشئ الجميل، يوسف رجب يسجل، حلوة يا يوسف، لاعب منتخبنا للناشئين هذا يوسف، حلوة التهويش والدخول والتسجيل، برافو برافو يا يوسف رجب، يسجل هدف رقم 20. وآخر دقيقة أعزائي المشاهدين على نهاية هذا اللقاء، وعبد الله الخميس، نواف الشمري، سيف العدواني، محاولة الدخول، دفاع من حيدر، دفاع من حيدر دشتي، هذا عبد العزيز سلطان، عبد الله الخميس، نواف وبلوك، وعبد العزيز سلطان ويسجل الهدف 31، وآخر نص دقيقة والسالمية، حيدر دشتي إلى يوسف رجب إلى راكان، راكان تقي، ورمية 7 أمتار للسالمية، ورمية 7 أمتار للسالمية. أنا أقول خلوها حق يوسف، أنا أقول خلوها حق يوسف رجب، راح ينتهي الوقت، خلاص انتهى الوقت، ومثل ما قلت خلوها حق يوسف رجب، لاعب منتخبنا للناشئين، لاعب المميز الصغير يوسف رجب. وعباس، يلا يا يوسف، أنا بيوسف سجل، اسمحوا لي، وهدف هدف يسجله يوسف رجب، وانتهى اللقاء أعزائي المشاهدين بفوز نادي الكويت على نادي السالمية بنتيجة 31-21 بفارق 10 أهداف. مبروك الكويت، هاردك السالمية. أعزائي المشاهدين، أرجع معاكم الآن إلى الاستديو التحليلي مع الزميل عبد الله حسين وضيوفه الكرام بالاستديو التحليلي، الكابتن عباس طه والكابتن إسماعيل عبد القدوس، وكل أمل أن ألتقي معاكم في لقاءات قادمة إن شاء الله، وتقبلوا تحياتي، كان معكم محمد يوسف مدو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.